لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبية الجواري الجديدة لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وأنا بدربهم بنفسي. موزز بلد؟ موزز. تشكرات سمبولاغا، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا، واحد فك شوي، يلا، 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم، أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا. برا! سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقول لك ايه يا سلطانه، سيبك بقى من قرار الحرب والاوامطه الكدابه دي. فين ال $400 بتوعي؟ $400؟ $400 بتوع ايه؟ $400 بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانه تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان. انا السلطانه الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضفي الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني $700، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت. $700؟ ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة، التاج ده مكتوب في الميراث بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجيه. والله؟ طيب، أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها. شريط الترامادول الـ 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا، بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالطه واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج. لا، انا سبونج بوب واصفر كمون يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا، هنعمل ايه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما أنام في حاجات لازم أعملها. ده احنا نلمله ونخلص. أنا ما معيش في البوك بتاعي غير $15، وأنا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت أعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. إيدكم معانا يا حبايب. يلا يا أبلة، ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا أبلة، يلا يا أبلة، يلا يا قمر. ونكمرهم في الكم، ده إيه القمر ده؟ سكر وعسل؟
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت. أشرها لي يا مدحت. اسحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فاضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكريدور ده. كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، ان انت ما بقيتيش مركزه مع السلطان المعظم وليكي اهداف اخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في ايدك ده. ورا ورا يا سنبل، خطوتين ورا. ايه يا افندم مولاي؟ يا فندم انت داخله بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ انت بتستهبلي يا وليه؟ انا مش كذا مره مكلمك ما تطلقيش صدرك كده رايحه جايه في القصر. قلت لك في زفت رجاله وفي ناس. ايه يا وليه، انت متجوزه كوافير ولا ايه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه، هاجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا هعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطنه على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيت الحريم مرطرطة وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوف صوتك، كنت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينة يا وضيعة، كله مؤامرات كله مؤامرات. أنا هوريك. سامحني يا مولاي. أسامحك إيه وأنت شايلة لي خنجر وماشية بيه في وسط القصر؟ أرجوك يا مولاي. ما في، انزل يا ابني هات. اسمعي، أنت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات، شايلة لي أنا خنجر. هات، كشفت لعبتك الوضيعة. أمسك،
فرمان طلاق يطلع عليها دلوقتي وتتذبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب. خيانه يا النساء يا النساء. انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، الله السلطان المعظم جايلك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور، انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولاي. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انتي اللي بتستهبلي، انتي سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا قرشة ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا وادتة يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانة الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجات دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترمسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت ماسكاه ده، انت مزغرطي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بظهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. جفنه عندنا الغدر. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خامة. كلميرة سيب خامة. كلميرة، إزاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقت توم. إلهي الاثنين. فادر جيم كامل. ممنون. فادر. ممنونك ممنونك. فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك سيم خام. مساء الخير. كلميرة. مساء الخير. سيم حم. Ah! Ah! Ah!
سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سي محمد. تفضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت اللي أكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فأنت نسيت يا سي محمد، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة، آه يا محتالة، آه يا بتاعة جوز ولا فرد، بتضايقيني وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليل ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد، اصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور لكن ما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق الأسوأ يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. حبيبي. ازيك يا ناديه؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح، متضايقه من حاجه؟ ايوه انت اللي مضايقاني بصراحه يا ناديه. انا ممدوح ليه؟ في ايه؟ 100 مره قلت لك يا ناديه انا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لا؟ انا بسمع كلامك يا ممدوح، انت بس قولي عايز مني ايه وانا اعمله لك. قلت لك كم مره يا ناديه ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا نادية، السبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انتي مش واثقة من رجليك يا نادية؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفة لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمة يعني ايه في السبعينات يا نادية؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيرة وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك. في حاجات لسه يا نادية، يعني مثلا بصراحة ما تزعليش، شكلك لسه عايشة في اليشمك والملاية اللفة بتاعت زمان. اوه نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر،
كده هو كده هو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه، بقولك عيش السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح، إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده، بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. كده برضو يا قمر تصاحبني يا عصار. كده يا كيكو، ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول كيكو، أنا نزل مع أصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. أيوة، قعدت أقول لهم أنا نازل نازل، بس قشطة فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. أنزل إيه وبتاع إيه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة أنا يعني إن شاء الله هقطعها إن شاء الله، ما تحطيش بالك. لا أنزل إيه؟ ايوه وليد. لا سوري يا معلم، مش هنزل. لا لا لا، ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا لا لا، فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفينج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. الزفت ده عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي، في ايه؟ فين قسط العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي، مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشليم باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي، بس ما تنسيش يعني انت مستعجله ليه على العين السخن؟ مستعجله ليه؟ علشان نرمين استلم اللي الشليم بتاعها امبارح وانا رايح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربا ولا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء.
انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيكاوي. انا ممكن اطلب طلب؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر يا عبيطه. وفي راجل وانا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. انا ازاي؟ اهدي هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام. تصبح على خير. تنام ازاي يعني؟ انام فيها ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى. انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي. اسمه ايه؟ انا؟ ايوه. لا 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 مش قادره اصدق والله العظيم. ثلاثة انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتي. حاجه كاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه. انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي. اسال ده انت مشهوره. كوكو مبوز. كوكو مبوز. اهو قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود يا فلاني. عم ابراهيم يا بواب الحق. كوكو بوز هتموتني بوزه. مفيش. انا جاي. بس قلبتوا دماغنا. مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا هنقلب ده في وشكم. مش هنبيع. انا دماغي توجعاني واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رغاي. انت عايزه ايه؟ 10 رغيفه ليه معاك كام عيل؟ هم 3 رغيفه. بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيا واحد. اقول لك هات. انت ما بتحمدش ربنا. تعال هنا. تعال هنا. هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه. قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك. اتنين انت ومراتك. استنى يا ياض. خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. خمس رغيف يا معلم لو سمحت. خمس رغيف ليه؟ انا والوليه والعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امك قاعده معاك. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ يا معلم ده ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده. امسك ادي العيلين. ايوه. وانت والوليه. وامك ست كبيره ده يلبك في معدتك. انا ازاي ما هي زي بني ادم محتاجه زينا؟ ان شاء الله عنها ما طفحت وانا مش بايع لك. عايز حاجه تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم. هاخدهم والله العظيم. ما انت واخدهم. ومفيش ايه؟ الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهارده. سيك يا وليه. يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا. اقفل ايد النار دي. يلا بالسلامه. بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يا راجل تقومني. اقفل ايد الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا يا معلم. اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم. ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده.
لا 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 اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجه. مفيش حاجه. مالك؟ طب ما تشوف. بس في اشياء. في اشياء. وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينه يا صبحي؟ عيش فينه وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني. وريني. يخرب بيتك. جبنا نسته يا صبحي. جبنا نسته يا معفنين. وعيش فينه. اوعى كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم. انت مكبر الموضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كداب. لا وربنا شكلك كداب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. تمام يا معلم. يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلب عجينه. تقولي حنف يجي كده حنفنف يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النار شريكتك ليه كده؟ ما نفشوش ليه يا خويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما طلبتش معايا، ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا، ما يرلش، ده انا كيداهم ورحمة اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي، لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستأذني، لفرج عليك اهل الحارة كلهم، وما هدخلك البيت ده تاني، وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استأذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده. في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه؟ بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص طبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى كدهم خلاص. كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده. طب ايش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا في نور عينيا. كبه وكبه ومليون كبه. الهي اشوف فيك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس التموين تيجي تلم عليك اللمه. الله ينتقم منك يا شيخ. علمها يا معلمه يا معلمه يا معلمه يا معلمه. في ايه يا زفت؟ في ايه؟ معلم في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربيه. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني لسه فاكراني فاكره معلم حنفي. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس اتجوزتها، برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل. بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟
وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحارة زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذة. فأنا رأيي كمعلم هنفي يعني إن احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي إيه يا جنيفر؟ ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هوا على العيش، ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل، لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها تفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. صباح الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقولك ايه كيداه، سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجة، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجة يا حنفي. اللي حصل؟ مش حاجة كده، انت قلبتي فجأة كده ليه؟ أنا بصراحة عايز أتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى ليه هنا؟ أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومخبيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ قول إيه يا بنات؟ أنت يا اتكلم يا وليد. فهمني يا وليد، بتهزقيني قدام بناتك عيب كده؟ طب أنا محدش لعب في دماغي، انا اللعب كله في قلبي. قلبك سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الاف ام. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحة هتجوز. مكفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا؟ عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه مكفنيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بقعرك في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين يا وليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي؟ يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي؟ يا ولية بتضربيني بالركبة قدام بنات. شوف اياه بسودة مني يا حنفي. يا ولية يا ولية يا جهلة يا جهلة على الساعة. يا ولية يا جهلة، شنيفر لوبيز لعيب كورة ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهاردة. شيختني ايه لي؟ حنفي. ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه ما عدى. اخزى عليك يا حنفي، اخزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ ده انا اسيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهاردة اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهاردة. صوتي بقى وتلاقي كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندك كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي. الله يتقبلك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ايه ليلات الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهلة يا بنت الجهلة. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت توسه فالة دي، ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري انباري انباري، ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري، ارجعي. المهم
والست شنفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا وشافت العبد لله كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده ولا عنتر لسيده ولا روميو لسيده، وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت بقول لك تعالي، تعبت تعالي هنا بقول لك تعالي. انباري انباري ارجعي، تعالي تعالي بقول لك انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا، انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم وهيعقد قرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان؟ اسمها ست جينيفر. جينيفر انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. فين يا حنفي؟ يا حنفي لايمها يا حنفي. مش لايمها، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز شنيفر. بص يا حبيبي إيه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده يعني؟ فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي عايز اعديهم مع شنيفر. شنيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي إيه؟ اتعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني بصيت لك يا وليه. انا باصص فين؟ انا بكلمك كده ما انا باصص لك. انت بتبص لي بس. عيط هقهرك وهتجوزها. يا حبيبي اتقهري. طب بص يا حبيبي إيه؟ بص يا حبيبي إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نفر بحبها. يا حنفي ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله. يا واد هعجلك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى اقعدي اقعدي بقى اقعدي. طب بص يا حنفي. يا وليه كل شويه بص بص وانا بص فين؟ انا بص لك. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني انت لسه شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه. يا امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفع ارفع. اقعدي بقى اقعدي بقى. فلقني يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت اوعي. بص بقى انت النهارده هتجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي؟ اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم.
مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep with music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده، ما اقدرش اذيك يا جنيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك، ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، حموتك بالراحه، حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم، صحيح ذبحوك يا معلم. ذبحوني ايه يا ابن العم؟ انا رقبتي في جسمي قدامك، خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداه، اهدي واستهدي بالله، ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي، ده انا فوتت لك كتير، جوازه واتنين، واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا قار؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا قار؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا قار؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي، انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا قار؟ بصراحه لا يا معلم. يا قار صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفنة، اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفنة. امال مدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنة. تعالي يا كيداهم، نرجع عشينا جميله كيداهم ونقعد في فرننا يا حياتي. يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفنة؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لك يا حبيبي يا حنفنة. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمة حضرة الضابط اهي، كانت عايزة تقتل خطيبتي الأنسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ وحضرتك مين إن شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، أنا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة. كده يا حنفي، كده تسلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونة. مجنونة إيه؟ ولا يلا يا مجنونة. يلا يا هبلة، خدوها. بالسلامة حضرة الضابط. أنا لازم أجي أخدم العدالة للآخر، أنا بحب أخدم العدالة والحكومة. أنا عايز أبلغ على الواد دوت، بيبيع خرشوفة يا باشا وكل خرشوف. الناس عارفة. كل الناس كمان تبيع خرشوفة. والله بيبيع خرشوفة. تعالى يا حبيبي. بتبيعني عشان تنتلوا فيا يا معلم. يلا يا واد من هنا، سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. إحنا آسفين للي حصل. معلش، وليه مجنونة معلش، بس هعوضك يا جميل. أوعى سواق تطلع تحتيك نعمة. أو النبي نعمة. عملناها جدع. ايه ده 40 جدع في الموضوع؟ ايه يا جدع يا جدع يا جدع؟ ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حواري اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب، انا مختلف عنكم تماما. يا جماعه بصوا على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجة نعملها؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص! خمرة وشربنا، وقمار ولعبنا. عايزين نعمل حاجة شمال كده. بقول لكم ايه؟ نعم. احنا كدبنا على بعض النهاردة؟ الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيرة الناس بالنميمة؟ بعد الظهر. دي الساعة اللي قاعدة معانا، أنت مأرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع. ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، أي بنت رايحة جاية كده، وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا، يلا. يلا خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله 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 الله. بنت
بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جماعه مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه، لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى، يلا 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 لغوني على طول. قشطة، سلامة. يلا لو لقيتوا بنت حلوة كلموها عن شعري، ها قولوا لها تعالي شوفي شعري كريم. قشطة. ياه خلاص يا بطة، هانت كلها أسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الأحراش والأدغال. إمتى بقى يا طيفة إمتى؟ خلاص أنا مش قادرة أستنى. هانت يا بطة، إلا بالحق، أنت بتحب الأحراش ولا الأدغال؟ إيش معنى يعني يا طيفة؟ الأحراش خضرة أما الأدغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم. يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا امشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة، انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا طيفة؟ هو انت حيلتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا امشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي، البت مننا لما بتتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا طيفة نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل، عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناه. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك، يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ هوبا هوبا هوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول اللي كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ انت كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيمو، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ اه حلو. ايه المنظر ده؟ رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت اللي قلت لنا نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه؟ البس حاجه يا جماعه، انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. تبيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ طيفة، انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه، صح؟ عارف يا بطة، عشان انا ذكر. ملك، خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنانك. بقولك يا ذكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اتلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. ده معلش عشان القعدة عائلية بس، فشوية نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك، مع السلامة. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطة. بالحق، معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عينيا، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت، انا اوصلها. على السلامه يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا، ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا كيمو زينب، ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده، مش عارفه مالهم، ايه اللي جرى لهم اليومين دول؟ ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد، بس يا واد، الكلو كلو وجعني الله يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله، بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف، يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير، كل ما بنشوف واحده حلوه زي حالاتك كده، انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعازف. انا ماليش دعوه، بس انا بنصحك، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك، الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخمسه يا جدعان، دي بنت قريتنا، بنت قريتنا، ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى يا عيال؟ يتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم.
لازم اخد حقي. لا يا بطة، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا، وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصتي، دور الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه، الله اعلم يحصل فيا ايه، وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. بنتي خلاص ما تزهقناش بقى، الناس تجيبي طبلة وطار، وانا فتاة مغتصبة، عرفنا ان انت مغتصبة، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك يما، قبتمك يما، شتنتني ملومك يما، تاني انا عترتمي انا ملرم بشكوبك يما، قبتمك يما، قبتمك يما، شتنتني ملومك يما، اشتاني انا ترتمي انا ملرم شبابك يما. صلى على النبي يا بطه، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقي مغتصبه وهبله. لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك، بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاكي. يلا غوري في داهيه، يا رب يغتصبوكي تاني، ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا، دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وأونتاجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واغتصبوها. ذات هو تبدا من وانا واقف، انت اتجننت؟ اعملي لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزه، خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا، خالصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 لا، مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان، اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مش قاعدين، تعال عند خالتك، اطلع بره انت وهو. يلا بكلسونك ده، يلا يلا يا خفيف انت وهو، سيب الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي، يلا اطلع بره، مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه، يلا بره. ايوه جميل. بره. أقذر ناس عرفتها في حياتي. بره يا زبالة. فعلا زبالة، تعالي يا حلوة. يا وسخ يا ولاد الأدب. مبروك عليك، مبروك عليك شقتك، اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي، فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي، أيوة كده، اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله، إيه النصيب ده؟ أهلا أهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا، محدش يقفلك، احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط آخر انبساط. حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا، ده بعد الدخل على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي، خير، قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل. ثانيه واحده. ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبة. مغتصبة؟ طب أنا من حقي أعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا، الجوازة دي خلاص فيك، الجوازة دي باظت. يعني إيه كريم؟ اللي يعني إيه؟ حصل إمتى الاغتصاب ده؟ أنا جاي يومين من دبي، قلت أتجوزك وأمشي. نعم. وقالوا لي بنت الناس طيبين. أنت بتقول إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مش كنت معايا وبتتفرج عليا وأنا مغتصب؟ أنا كنت معاك وأنت بتخطئ. إمتى الكلام ده؟ كريم. إيه؟ الصبع. صبع؟ وأنت مريضة ولا إيه؟ كريم الأكلادور. أكلادور إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اتكني يا كريم. اتكني إيه أنت؟ إيه الهوس اللي أنت فيه ده؟ لا ده أنا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا أبو كلسون؟ أنا بشوفه في كل حتة بس ما أعرفش بيعمل إيه بصراحة. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش أشورت شعرك وملست هتعملي بقى الحبتين دول. لا إذا كان على شعري أنا مش هشوره من زمان، مش أول مرة هشورهولك، فاهدي كده وشكلك فيه يعني شامم ريحة جنان. ريحة جنان؟ لا يا حبيبي، الكلام ده عند أم لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عند أنا. عند أم لطفي اللي بتقيد وتطفي، يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهالة دي وتقول أم لطفي وبتقيد وتطفي. لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك أنا مش هيشرفني أتجوزك. يا سلام يا سلام يا اوعى يا خوني يا خوني، فاكر نفسك هتهرب من الدخلة ولا هتهرب من الدخلة؟ هتدخل يعني هتدخل. إيه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده أنت لسه قايلة إن أنت مغتصبة، إيه ده البجاحة؟ يعني إيه مغتصبة؟ أنا أول وآخر واحدة مغتصب ولا إيه؟ يعني هي حاجة شريفة أوي، ما تتلم يا ولية. شريفة ونصبة
هصحى. لا هصحى هصحى، وبالدليل ان انا سايبك البيت وماشي. لا يا حلوة هتنزل وتروح فين؟ تعالى هنا. هنزل اقعد عليها مع اصحابي. لا آه لا يلا يا مجنونة. تعالى يلا يا مجنونة. Şimirik bistirlemez Birleşişinmesi Hey kraledim bayramaz Şikiram beledim ambulans Dikirim diredim astikas Berilin değişmesi Fatuma ya Fatima ya Tamatim ya Fatamdam بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم فاطمة يا فاطمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم عشلر انصر دلر شند سند ملك ريزندم عايشة برمد السلر انسن بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شطرة ايزي بالتركي هاجة قولها ان شاء الله لو بالاندونيسي بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شطرة ايزي بالتركي هاجة قولها ان شاء الله لو بالاندونيسي اكرر دم سرق قليل برم عشان لره السرلم عرضي سوى درم سرل برعشان لره مكسر الدم عكشر لبالرسم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرقة مردم ارش استم لدمدم ارش سر لدمدم فطمة يا فطمطم اهي 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 يا هي 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 يا هي 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 أصحابي شر بس أنا والله مختلف أرد درم لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف أنا دبلك سرقة من رشدة السمن مالكس دلدم أنا ودري السبن ناقص من قشق لدلدم يا بيشوفوا سوا بالثانية عيني مسلسل الساعة سبعة عاشق 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 يا ناس الفيديو وبعت الدي في دي بعت الدي في دي بعت الدي في دي والراديو